السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، ومعاكم فيديو جديد وريفيو لمنتج جديد من منتجات شركه سكاني، اللي احنا طبعا اتكلمنا عليها واتكلمنا على منتجات كتيره جدا موجوده عندنا هنا على اليوتيوب. في القناه هتلاقي بلاي ليست كامله لكل منتجات سكاني للاجهزه المنزليه، مش بس سكاني، بنحاول على قد ما نقدر اي جهاز منزلي او اي حاجه الكترونيه بتنزل جديده في السوق المصري بنحاول ان احنا نعرضها لحضراتكم على الطبيعه. لان احنا يعني عنواننا صعب شويه في مدينه المنصوره، وكمان احنا الحمد لله شغالين اونلاين كويس، فعملائنا حقهم علينا اللي هم يشوفوا المنتج شكله وطريقه تشغيله مواصفاته، حتى لو بتبقى حاجات بسيطه بس اكيد بتفيد بيتفرج عليا، ودي حاجه طبعا تشرفنا جدا. احنا النهارده معانا مجموعه الهاند بلندر اللي هي الخمسه في واحد السكاني. طبعا هي في خمسه في واحد وفي ثمانيه في واحد وفي مجاميع كتير جدا للهاند بلندر، فارجوكوا بس اهم حاجه نركز في رقم الموديل عشان الريفيو اللي حضرتك بتشوفه او اللي حضرتك بتشوفيه ابقى انا مسؤول عنه. يعني ما تاخدش بشكل العلبه، ما تاخدش بالبراند، ما تاخدش باللون، ما تاخدش باي حاجه. رقم واحد هاك لما بتاخد بالك، بتاخد بالك من رقم الموديل. الموديل اللي معانا النهارده ده اللي هو شركه سكاني الهاند بلندر، الموديل بتاعه 17 14 شرطه 5. 17 14 شرطه 5. الموديل ده كام واط؟ الموديل ده 800 واط، والموديل زي ما انا قلت لحضراتكم اللي هو 5 في 1. لو حبينا نشوف شكله كده وطريقه تشغيله بسرعه، قرب كده معلش على العلبه. ده اوفر فيو سريع جدا عن العلبه. زي ما احنا قلنا لحضراتكم كده، دي مكوناتها من جوه، هي 800 واط، طبعا هاي كواليتي وطبعا ايزي تو يوز، دي سهله ما فيش مشكله، والموتور بتاعها كوبر، الموتور بتاعها نحاس. لو حبينا نشوف شكلها من الجنب ده عامل كده اهو، وطبعا العلبه من هنا زي من هنا. طيب لو فتحناها كده مع بعض نشوف مكوناتها ونشوف ايه اللي بيجي فيها بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا برضو هشرح لكم دلوقتي طريقه التركيب، واكيد كلكم بالنسبه لكم بسيطه، بس يعني لو جاي ممكن يكون حد اول مره يجيبها او يشوفها. طبعا احنا عندنا المضرب ده موجود معاها، عندنا القطعه دي بتركب في المضارب وفي الحاجات دي هنشوفها دلوقتي مع بعض، وفي عندنا برضو القطعه دي بتنفع طبعا للنسكافيه والكابتشينو وحاجات كتير، وفي عندنا اللي هو الهاند بلندر هنحطه كده عشان ما يقعش. بس وفي عندنا الموتور نفسه بتاعها، بيجي معاه الكوبايه دي المعيار، وبيجي معاه بقى الكتاب بتاع الانستراكشن. طبعا هو الكتاب ممكن يكون مش ذو قيمه قوي بالنسبه لحضرتك، وانا برضو قلت لكم كل اصلا الـ يعني المواصفات بتاعتها. يعني طب لو حبينا نشيل العلبه بس كده عشان يبقى ايه، تبقى شويه ده مساحه. يبقى احنا كده دلوقتي دي الاجزاء كده اللي بتيجي معاها، ما بيجيش معاها اي حاجه تانية، وزي ما احنا قلنا لحضراتكم دي 800 واط والموتور ده نحاس. طيب دي طريقه تشغيلها عامله ازاي، او شكلها او صوتها وهي شغال. احنا عندنا الموتور ده يا جماعه بيبقى سرعتين، في سرعه واحد وفي سرعه اتنين، وبيجي بالشكل ده كده. لو انا عايز اشغل القطعتين دول بركب القطعه دي معاها. الهاند بلندر بيلف عكس ما احنا يعني عكس اي حاجه، مش بيلفش كده، هو بيلف معايا وانا باجي اقفله بيلف كده. يعني انا كده كده انا قفلته تمام. طيب لو حبينا برضو بسرعه اوصل الفيشه، احنا عندنا فيه واحنا بنركب القطعه دي كده في هنا حفتين كده، وهم موجودين برضو ليهم مكان هنا تمام. انا بضغط كده ضغطه واحده وبسيبها خلاص، بس بشد بالراحه كده بتاكد ان هي واصله معايا وبشتغل معايا، بتشتغل عادي مفيش مشكله. دي السرعه واحد ودي السرعه اتنين. طيب انا عايز اشيل القطعه دي، هسحب بقى جامد تمام. نفس الفكره دي بالنسبه لي نفس الموضوع بالظبط، بدخلها هنا عادي جدا كده وبضغط ضغطة صغيرة وبتأكد اللي هي كده راكبة تمام. دي سرعة واحد ودي سرعة اتنين. طيب بالنسبة للهاند بلندر الرئيسي بالنسبة لنا ده، الشفرات بتاعته فلاس طبعا تمام، ده شكله من هنا كده. طبعا انا في الحالة دي بشيل بقى القطعة دي، بلاش كده اي استخدام بالنسبة لي كده خلاص تمام. يبقى القطعة دي للاتنين دول معايا انا. الهاند بلندر هنا هركبه بنفس الطريقة بالظبط،
وبعمل كده برضو، بتأكد اللي هو بقى تمام بالنسبة لي، وبشتغل كده صوته زي ما احنا شايفين كده. طبعا هو صوته كده جنب المايك بالظبط، يعني مكان ما انا بتكلم. تمام. طيب القطعة التالتة اللي معاها دي، القطعة دي لو حبينا نشوفها برضو من جوه، دي الشفرة بتاعتها. تمام. طبعا انا لو شلتها كده للتنظيف هي سهلة جدا، مفيش اي مشكلة، وبرجع بدخلها عادي في المكان بتاعها كده. تمام. وباجي هنا دي مع دي، تمام، ودي نفس الفكرة بالظبط، مفيش أي جديد ولا في أي حاجة خالص. وبشتغل على يبقى ده كده يا جماعه، يعني يعني احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نعمل لكم الشكل بتاعه وطريقه تشغيله وصوته مثلا، لان برضو في ناس بتسال على موضوع الصوت، ناس بتسال على موضوع الموتور نحاس او لا، المواصفات بتاعته هو كام واط. لو محتاجين، للاسف الاسعار مش ثابته حاليا، فلو مش لو محتاجين تعرفوا السعر او محتاجين تعرفوا اي معلومه، ارقام الكول سنتر موجوده تحت الفيديو، هتكلموهم في خلال مواعيد العمل اللي هي من 11 ل 9. وما تنساش ان يوم الجمعه اجازه، هيردوا عليك باي استفسار حضرتك عايز تسال عليه. وما تنساش بيكو وبفضل الله اسلام بهجت ستورز، احنا اصل الكترونيات. شكرا.